أشواطنا شوط الحجايج الذي سيعلن ولادة موهبة جديدة من مواهب هذه الرياضة العربية الأصيلة. نتابع القادمين والمشاركين ونذهب مباشرة إلى المقدمة مع هذه النجوم التي ترقص على أرضية هذا الميدان، تبشر بأن هذا الشوط سيكون هنا بقيمة الكأس الغالية والاسم الغالي الذي سيحمله الفائز في هذه الانطلاقات. الى المقدمة مباشرة غنايم احمد بن سالم السهيل بالشرجي العامري، بينما المركز الثاني تدخل من وجودنا غادة سعادة حميد بن سعيد النيادي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث اذهب الى العروق نشمي بن حمد بن متعب العامري. وعلى المركز الرابع انطلاقنا مباشرة الى وجود المركز الرابع تعويض محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الخامس هنا التواجد دمع منصور بن ناصر بن علي بن سرود آل خيلي. هذه المراكز الاولى، خمسة مراكز سيكون هنا نداؤنا محصورا عليها من خلال هذه الانطلاقات. كأسنا الأولى في هذا المهرجان الغالي، في هذه التحديات الغالية، في هذه الانطلاقات المميزة التي ستكون دائما محطة أنظار كل المتابعين في هذه الأمسية التي تشرفنا فيها بحضوري ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة. إنما زاد هذا المهرجان هنا حضورا مميزا وتشريفا سيكون له الأثر في المنافسة والتحدي. أعود إلى المقدمة أغير الحروق، نشمي بن حمد بن متعب العامري يعود بشعاره المميز هنا قادم من البوابة 11 ميدان الساد ليحمل هذه الانطلاقات. المركز الثاني غنايم أحمد بن سالم بسيل بالشرجي العامري، وهنا غادة على المركز الثالث سعادة حميد بسعيد النيادي، بينما وصلت في المركز الرابع تعويض محمد بسيل بن عويضان العامري. والمركز الخامس لا تزال هنا دمع منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي. هذه المراكز ونحن هنا نقترب رويدا من لحظات النهاية، من لحظات التنافس 1800 متر الباقي على خط النهاية. والإثارة هنا تحمل الكأس الأولى في الأمتار الأخيرة، بالإضافة إلى قيمتها المادية 1.5 مليون درهم. ما شاء الله وتبارك الله، الانطلاق الكل هنا، الإصرار من أبو حمد، الإصرار من الحروق نشمي بن حمد بن متعب العامري. ولكن أرى الخطر قادم من دمعه منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي. وهناك على الجانب الآخر لابد أن تظهر بعض الأسماء، لابد أن تظهر بعض التحديات. هناك تهاني نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تغيرت الأمور، بدلت المواقع، صارت لحظات الأداء هنا مع هذه اللحظة إلى وجود التهاني. هل بتحمل التهاني مع نهاية هذا الشوط؟ سيكون التهاني هنا من خلال نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري بوفنوشة. يا سلام، شكرا بو علي، شكرا بو علي، محلل ومميز دائما وهنا حتى هذه النوعية. الكيلومتر الأخير، خلاص اربطوا الأحزمة، تابعوا التحدي، تابعوا الانطلاقة المقدمة. تهاني عندك، تهاني على المركز الأول مع هذه الأسماء، تحمل هذه البداية، تحمل هذه التحديات في الانطلاقات. ما شاء الله وتبارك الله. إذا تهاني، سلم أسلم أنا أنتظر. يا سلام، نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري، وصل رجل المفاجآت القادم بقوة هنا مع اندفاع التحدي. واللي مرة
مراسيل سعيد الصالح بن محمد بن نصرة العامري. هذا الخطر هناك. المقدمة والمركز الأول. تهاني أم مراسيل، تهني أم المرسول القادم من صاحب المفاجآت من انطلاقات هذا الشعار. ما شاء الله، إصرار من تهاني، هنا قدوم من مراسيل تهاني رجل مفاجآت دائما في التحدي والإثارة في كل اللحظات، في كل المنافسات، في كل الانطلاقات يأتينا دائما. يا سلام من كان له أول بيرك في هذه التحديات هنا من خلال هذه الانطلاقات، ولكن النهاية سلام بالنصرة، سلام هل الروضة، سلام تحية وسلام هل العين والبوابة 11 والكل يحيي، تحية وسلام سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. المركز الثاني تهاني نصيب بن عيسى محمد المنصوري. المركز الثالث وصول بغداد غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. المركز الرابع غاده. فن لمبارك محمد بن نصر العامري. والمركز الخامس وجود فتون راشد بن سالم بن خلفان الشعبي. ما شاء الله، هذا المشهد اللي خلانا هنا نصفق، حتى الزملاء هنا في عربة النقل والتعليق الكل يصفق لهذا المشهد. مراسيل 5 دقائق 52 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. شكرا رجل المفاجآت، وتحية لمبارك بن نصرة العامري أيضا من قاد دفة الانتصارات في هذه الأمسية المميزة. المركز الثاني كانت في تهاني، وكانت أيضا بنصيبها المميز تهاني. 5 دقائق 53 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا نصيب بن عيسى بن محمد المنصوري. والمركز الثالث وصول، يا سلام، وصول 24 وهي بغداد غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. 5 دقائق 58 ثانية، 57 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. والمركز الرابع 5 دقائق 58 ثانية بالوفاء والتمام والكمال مبارك محمد بن نصر العامري. والمركز الخامس 5 دقائق 59 ثانية وجزء واحد من الثانية. فتون كانت في التحدي، وفي الفتون راشد بن سالم بن خلفان بن راشد الشعبي. ما شاء الله وتبارك الله، هذا شوطنا الأول يعني.